بسم الله الرحمن الرحيم. شكر السيد الرئيس، شكر السيد باشا، السادة الأعضاء المحترمون، السادة الحضور الكرام، شكر الجميع. بالنسبة للمشكلة ضرية الربط بتلاف الطرق، كما هو معلوم والجميع يعلم أن المدن ديالنا مدن عشوائية، ماشي دي لوتيسمون، ما عندناش التجزئات باش نخصو لكل دار لابوا دو برونشمون ديالها، البرونشمون ديالها. إذا كيجي المواطن، السيد الرئيس تعرف والجميع يعرف أن هذا المواطن ما نقدرش نحرموه من الماء، ما نقدرش نحرموه من الواد الحر. هذا كيدي إلى إتلاف الطرق، يعني الطائرة الطبيعية. بالنسبة للرخصة ديال فتح الطريق، أنا كنظن كيدي مع المصالح التقنية، كيتم بالتنسيق مع المصالح التقنية. أنا كنحلو الطريق، كنتصلوا بالإخوان كنقول لهم بلي حنا غنحلو الطريق، في حالة إلا ما تعذر ما تعطاناش رخصة كتابة كنتصلوا بالتليفون. بالنسبة للمشكل اللي طار الأخ ديال لافويت اللي حلينا الطريق، فعلا حلينا واحد لافويت، الطريق ما كان كيسميتو غيضيع القدرون كلو، لأن ما كي يعني الأمر مستعجل، نحلو الطريق وسميتو ونحلو لافويت ديالنا ونرجعو الطريق. وبالنسبة للمشكل اللي طار الأخ ديال يعني تعطيل سميتو سميت ما تم إتلافه، هذه ظاهرة صحيحة الحق، لأن المقاومة تقدرش كله جيب لي زونروي كل برونشمون، جيب لي زونروي ديال كيجمع واحد العدد ديال سميتو ديال لي برونشمون وكيصور. عندنا حنايا في كلش تحملات برونشمون في إعادة التزفيت، إلا أنه داك إعادة التزفيت اللي كنديرو راه ميمكنش ترجع الكوطون كما كان، هادي مستحيل. يعني اذا ديك الطريق كتبقى غيفه كتولي هشه، غير كتشوف في هذا الوقت كيوقع المشكل هذا، يعني في جميع الاوراش كيوقع هذا المشكل. بالنسبه للاشغال اللي قال الاخ ديال اليوم غير مطابقه للقانون، البلدية كدير معنا المسؤولين، كدير معنا تتبع الأشغال، كاين مشكل بحال هكا ديال الإطار الأخ ديال الإجرام اللي دار، يتكتب ورا صالون اللي دار شي حاجة يتحاسب عليها ويتعاقب، اللي شدينا من جوا هذا اللي يتعاقب، يعني هذا راه ملك عمومي ماشي ديالي، ماشي ديال هذا ماشي ديال حتى واحد، قاعد كاين شي حاجة اللي ما دارتش ماشي هي هذيك، يتكتب ورا صالون وشوفوا شنو يحفروا في النهار ويغطيوا الطريق في العشية، ونفس الطرق ونفس البلدية. وانا عارف هاد البليصال هذا علاش ما كيعطيولوش الأهمية غيصلحوا الطرقان، خيروا دليل في ياسينين، ياسين الطريق الرئيسية اللي حد الآن محفروها، تعرفوا واش داروا ليها؟ ردوا لي هذيك الزفت، قطعوها على أربعة في الطلعة ديال فاليو تشينو بحال غاديين لياسينين، وقع لهم واحد الفويت تما حفروا وصلحوا وردوا هذيك الزفت اللي قطعوا من الطريق هي اللي ردوها. دابا السيارات كيجيو كياكلوا تما الضربه، ماشي غير وحده، وكيشوفوا فيه باش يمشيو يصلحوه، ما يصلحوش، ولكن هما فوقاش كتجي لهم من واحد الجانب توشيهم في العمل ديالهم، يحطوا عليه كاع المساطير ديالهم، يقول لك الناس ديالنا في الاداره في الرباط في هذه في هذه في هذه، ولكن فوقاش كيجيو هما بعض المرات كيحفروا بالخفة، كيجيبوا الخدامات في الصباح بكري يحفروا يزيدوا، ما كيطلبوا لا ترخيص البلدية وما كيديروا حتى شي حاجة. هو نفس كاين المواطن اللي بغاو فيه الخدمة يقولوا له جيب الرخصة ديال البلدية، ولكن اللي ديالهم كيخليوه يحفر قبل الأدلة. ماشي أنا كنهضر هكذاك بالفاضل، كاينين الناس اللي مشاو ضبطوا الماء ما طلبوا ليهم لا الرخصة لا والو، وكاين الناس اللي كيطبقوا عليهم المسطره، وانا اللي كنطلب بهم يخص يصلحون هاد الترخانه. حشومه عباد الحشومه، الترخان كي دايرين ويديروهم اليوم بالزفت، يعطلوا سيمانه يمشوا يحفروهم هما اصلا،
بدون ترخيص بدون حتى شي حاجه. على الاخر بعدين يصوبونا الترقان، ماشي يقول لك حتى نجمعوا نجيبوا الكاميون، ما يجيبوا لا الكاميون لا جوج، باين عليهم اللي ما تصلح في التسعينات و2000 غيتصلح اليوم 2019 ما يمكنش. وحتى البلديه خصها تاخذ معهم الاجراءات في هذا الشيء ديال الترقان، خاصه الترقانات غير تحفروا كيمشي ضيع صافي. الطريق غير كيتحفر كيضيع. والسلام عليكم. والصلاة والسلام على النبي الكريم، سيد الرئيس، سيد الباشا، سيد السادة المستشارين، السادة رؤساء المصالح الخارجية، السادة ممثلي الإعلام، أيها الحضور الكريم. سيد الرئيس، غادي نزيد نلح ونذكر الممثلين ديال الأوليب. حنا كما كنعرفوا باللي الشبكة ديال الصرف الصحي ديال بلنصار نعاود نكروها ونكروها، وقع فيها واحد الاجرام في حق بلنصار. وهنا غادي نجي باش نحملوا المسؤوليه، مادام ما اختصاص ديالهم بالدرجه الاولى المكتب الوطني للمصالح للشؤون، انه داك الشيء ديال المراقبه اللي ما داروش الدور ديالهم في المراقبه ديال انجاز الشبكه، اليوم خصهم يضاعفوا الجهود ديالهم باش يبقاو يزيدوا المراقبة باش يسرحوا دوك الأنابيب ديال الصرف الصحي. يعلم الله شنو كاين دابا. السي جمال قال لك راه لقينا الفناشي، ولكن يعلم الله يمكن مسدودين في شي جهة أخرى، ما كيفوتوش الماء. راه واحد العدد هنا ديال الأنابيب مسدودين، ما دارلوش الروكار ديالو، عوض يدير له الروكار كيسدوها الكل. حنا كنا طلبنا هذا المجلس واحد لجنه خاصه غادي تجي غادي تراقب دوك سميتو دوك الشبكه ديال الصرف الصحي ديال بنصار السيد الرئيس، وغادي نزيد نلح عليها. وقع فيها اجرام حقيقي. واش انت كتحك الانابيب فوق الحجار بلا رمله؟ راه هذه مع 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 الحركيه مع سميتو، راه هذا الشيء غادي هذا كلهم غادي يتسدوا كلهم غادي يتسدوا. الان المكتب الوطني الماء الصالح للشرب عليه مسؤوليه مضاعفه باش يراقب، وكل مره بصفه دوريه يبقى يعني الصيانه ديال هذا ديال هذا الانابيب. وشكرا. مداخله ديال الممثل ديال المراقب، مداخله ديال السيد الممثل ديال لونيب، قال لك المسائل طبيعيه، ولكن انا كنقول له ماشي طبيعيه استاذ، ماشي طبيعيه وماشي طبيعيه. علاش؟ دابا حنا هما الناس ديال لونيب اللي كيديروا هادشي ديال البرونشمون، يعني الاشغال كتسوت ريتا كتعطى ان بون دو كوموند، ولا سوسيتي اللي غادي دير الاشغال خص تكون عندها انفورماسيون تكون بحال دابا. حنا ملي كنجي الارض الواقع كنلقاو لاسوسيتي غير مقطعه، يجي بالويتور وش يخدم. لا ما يمكنش. واش كاين كودرون؟ هو يتقطع غير المسائل مزيان، وعلى الاقل يترجع هذاك الشيء. كاين واحد العدد الاماكن هنا بليصه دايرين البيتون، ما دايرينش هادشي ديال الكودرون. واش كتعطى ان بون كوموند هاد الناس ديال لاسوسيتي؟ واش كاين التحمله ديال نكمل المهم الصفقه كتعطى لا سوتريتونس؟ واش هاد الناس ديال لا سوتريتونس واش كدير لهم انفورماسيون باش غادي حاش غادي يخدموا؟ راه الناس اللي كيجيبوا كيخدموا ماشي معلمين، يا استاذ ماشي معلمين، ما كيعرفش اي برونشي. حيت اش كنشوفوا مؤخرا مشيت فين الشارع دوك الخلا لقيت الروكار البيتون يدير سكينه السي بلعاد البيتون هازي فومبليتور بداو يبلع السي الرئيس قال لنا خوز تجي. فلذا شنو نتمنى تكون هذا؟ هل كذا خدمة نسد؟ والخدمة إذا نسد هل الخدمة اللي كديروها راه كتخلصوا عليها؟ راه كل برونشمون كتبقى هذا ديما كنقولها 3740 البرونشمون، وفي الفاكتورة كنخلصوا حنا هادشي ديال الواد الحار هاد المسائل. فلذا خصني يبينوا لنا الخدمة، وحنا ديما هذا المسمار يا غزة هذا المسمار تصدى هنا في نيس. السلام عليكم. شكرا.